أشرف عامل إقليم سيدي بنور رفقة السيد المدير الجهوي لأكاديمية جهة دار بيضا سطات على افتتاح ثانوية ابن رشد الإعدادية ومدرسة الفتح الابتدائية، وذلك يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، بحضور رئيس المجلس العلمي المحلي والسيد رئيس المجلس الإقليمي والسيد المدير الإقليمي لقطاع التعليم بسيدي بنور وعدة شخصيات مدنية وعسكرية ورؤساء المصالح الخارجية. ثانوية ابن رشد الإعدادية شيدت بتراب الجماعة الترابية أولاد سيبوحيا في إطار تقريب التعليم الإعدادي وكاد تشجيع التعليم بالعالم القروي خصوصا في صفوف الإناث. ومن شأن هذه المؤسسة أن تساهم في الحد من الهدر المدرسي باعتبارها تتوفر على جناح داخلي يتسع ل 120 سريرا، كما تتوفر على قسم خارجي بمواصفات عالية حيث صممت بشكل إبداعي بفضاء جذاب. هذا السيد الرئيس فين هو؟ السيد الرئيس باش 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 يدخل إنجاز مدرسة الفتح في إطار توسيع العرض المدرسي ببلدية سيدي بنور، حيث تضم حاليا 166 تلميذا وتلميذة منهم 67 من الإناث تحت إشراف فريق إداري متكون من مدير المؤسسة وفريق من الأطر التربوية بسبعة أساتذة منهم أستاذ خاص باللغة الأمازيغية. بنية الاستقبال تتكون 12 قاعة للتعليم الابتدائي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 864 تلميذ مرفوق ب 12 وحدة من المرافق، وجناح التعليم الأول يضم 4 قاعات وساحة خاصة ومرافق صحية عددها 5 ملائمة للفئات السنية الصغرى. هذا وتم تزويد المؤسسة بممر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لجناح إداري يضم مكتبة وقاعة متعددة الاستعمالات وثلاثة مكاتب إدارية وقاعة للاستقبال بالإضافة لملعب رياضي وصفاء أخضر. في اطار مدرسه مدير الفتح المخصص لاستقبال الدور الصفحي بالنسبه لتسمو كاين السوق الشيخ باس ديال 40 هكتار تحط مجموعه ديال المرافق العموميه من ضمنها ليكول بريمير ديال الفتح اللي حنا في صدد الان كاينه الكوليج وكاينه الليسي. بالنسبه ل 2019 بالنسبه لي الخافو تاعهم شحال لي زونورير ديال الناس؟ كما كاين هنا هنايا في لي زونت ايتود لي زونت هما داخلين نفس dans un style et dans une conception assez moderne, tout en respectant un cachet traditionnel, notamment musulman.
sur lequel vous allez voir au niveau de la façade, par exemple, que nous avons أدبت معها في نفس الساحة المسجد. إذا نعم بعد عندنا مرافق صحية أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة مدير المرافق، عندنا فضاء أخضر مؤسسة دامجة بالإضافة إلى السكن الإداري وولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة قام قصيدة نفسها على مستوى البنية التربوية ديال المؤسسة حاليا في المجموع بالإضافة للمستوى الرابع 27 تلميذ، المستوى الخامس موزع على قسمين بمجموع 47 تلميذ، المستوى السادس أيضا قسمين يضم أيضا أخذنا هذه العدة ديال الروبوتي من أجل تقاسمها مع الأطفال. كانت لنا تجربة السنة الماضية مع في إطار مشروع المؤسسة غنديروا إن شاء الله واحد دورة تقنية جدا تشي مزيان ومشي طلع لك الشي مزيان ومشي خاص ما كاين دابا كتقريب في راس البلاد خاص هو اللي كيعطي لك الحالية دابا كيمشيو السنة كيمشيو يدوزو من ناتسي لناتسي ومن كيوصل في ميدو ديسان ديسلي كتلقاهم متيحطوش من هنا ديسان هو تاعنا نسمعو الوليدات دوري دوري عند شوية اسمي نو فاطمة الزهراء إلاوي ها بابا ها إما ها أما ها أوتا سلام عليكم مدينة الدار البيضاء. من منكم زار مسجد الحسن الثاني؟ من منكم زاره؟ جيد. ما الذي أثار انتباهك في مسجد الحسن الثاني؟ جيد. أبوابه كبيرة. وماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ زخرفته الجميلة. جيد. ماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ إذا ما علاقة الصورة صورة مسجد الحسن الثاني؟ بالعنوان جاي سعيد جدا لتواجدي باقليم سيدي بنور اللي حضر اليوم بزياره السيد العامل على مجموعه ديال المؤسسات التعليميه بحيث قمنا اليوم بافتتاح وتدشين ثانويه بن رشد الاعداديه بجامعه سيدي بوحيا واللي تدارت بشراكه ما بين الاكاديميه الجهويه ومؤسسات سقط مشكوره وجماعه سيدي بوحيا اللي يعني وفرت القطعه الارضيه اللي احتضنت هذه المؤسسه. اليوم مؤسسه ابن رشد كتحتضن 500 تلميذه وتلميذ ويعني واستجبات بالفعل الحاجه مهمه من تمدرس بحيث قربت يعني الخدمه للبنات وابناء هذه الجماعه. حظينا ايضا بشرف زياره السيد عامل الاقليم للمدرسه الابتدائيه الفتح بمديريه بجماعه سيدي بنور
وهذه المؤسسة اللي مولتها الأكاديمية الجهوية للتربية وتكون جهة الدار البيضاء ستات وتكلفت بالبناء ديالها لإدماج سكن، وهي مؤسسة دامجة يعني كيف كتلاحظوا مؤسسة كتوفر بها كل معايير الجودة واللي وفرت واحد الظروف جيدة للتمدرس للتلميذات والتلاميذ وايضا ظروف ديال الاشتغال في الراحه وظروف اللي اكيد غادي يعني تاثر بالايجاب على جوده التعلمات لفائده التلميذات والتلاميذ داخل هذه المؤسسه التعليميه. هذه الجهه هذا الاقليم ايضا تعززت فيه خدمات الدعم الاجتماعي بمجموعه ديال يعني الداخليات وثلاثة ديال الداخليات اللي جات كتعزز خدمة الدعم الاجتماعي لفائدة التلميذات وتلاميذ إقليم سيدي بنور، بالإضافة لمجموعة ديال المؤسسات اللي هي في طور الإنجاز واللي غادي تجي باش تجود العملية التعليمية داخل إقليم سيدي بنور. اليوم أيضا تكلمنا على مع السيد العامل ومع الشركاء من أجل إنجاز مؤسسات أخرى في إطار الشراكة واللي غادي تبان إن شاء الله في أرض الواقع عبر توقيع مجموعة من الاتفاقيات لدعم التمدرس ولتحسين الخدمات وفضاءات المؤسسات التعليمية داخل إقليم سيدي بنور. لابد من نوه بالمجهود اللي كتقوم به المديرية الإقليمية بسيدي بنور وكافة الأطر العاملة بها والمؤسسات التعليمية اللي قامت بواحد المجهود استثنائي التحضير لهذا الدخول المدرسي بحيث قامت بتأهيل فضاء المؤسسات التعليمية استعدادا لهذا الدخول وتجويدا للعملية التعليمية التعلمية كما ذكرت. الأكاديمية بجهة الدار البيضاء ستات أهلت ما يفوق 700 مؤسسة استعدادا لهذا الدخول المدرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة. اليوم كان يوم حافل في التاريخ التربوي بإقليم سيدي بنور لأنه عرف تدشين جوج المؤسسات اللي كنعتبرهم جوهرة، الثانوية الإعدادية بنور رشد بجامعة سي بوحيا ومدرسة الفتح بجامعة سيدي بنور. بالنسبة لإعدادية بنور رشد هي إعدادية اللي تبنات في إطار تقريب سلك الثانوي الإعدادي من الجماعات القروية. هذا الموسم هذا إن شاء الله غادي يستفادوا منها 720 تلميذ وتلميذ لدى الجماعة ولاد سي بوحيا والجماعة المجاورة. خفت الضغط على إقليم سيدي بنور وقربت خدمة التعليم الثانوي الإعدادي من تلميذات وتلاميذ المنطقة. إضافة إلى ثانوية بنور رشد في إطار شراكة ما بين الأكاديمية الجهوية لتربية تكوين الدار البيضاء ستات ومؤسسة السقاط اللي تكلفت بهذه العملية. هذه هي ثانوية بها قسم داخلي الطاقة الاستيعابية ديالو 120 تلميذة وتلميذ. إضافة إلى إعدادية بنور رشد حنا دابا كنتواجدوا في مؤسسة الفتح مدرسة ابتدائية، هي مدرسة ابتدائية دامجة لأن فيها جميع شروط إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك تتوفر على 4 حجرات للتعليم الأولي بالإدماج. هذه المؤسسة جاءت كذلك في إطار تقريب مؤسسة ابتدائية من ساكنات دوار القرية بجماعة سيدي بنور. هذه المؤسستين هما جزء فقط من المشاريع الجديده اللي غادي تعرفها إقليم سيدي بنور هذه السنه هذه. يعني اضافه لهذه المؤسسات هناك 3 داخليات وكذلك جوج ديال المدارس الجماعاتيه اللي الانطلاقه ديالهم مع انطلاقه الموسم الدراسي. إذن هذه المشاريع كاملة هي نتيجة العمل المشترك بالأكاديمية الجهوية، جهود مشتركة بالأكاديمية الجهوية لتربية تكوين الدار البيضاء ستات على رأس السيد المدير وكذلك العمل السيد العامل توجيهات ديالو والدعم ديالو وباقي الشركاء مثلا كمؤسسة السقاط وشركاء آخرين المجلس الإقليمي والجماعات وجمعية المجتمع المدني. إذن هذه المؤسسة جات باش تعزز العرض التربوي بالإقليم وباش تحاول باش أنها تساهم في تحسين مؤشرات التمدرس وتحسين جودة التعليم بالإقليم. ختاما لا يفوتني أن يعني
أشكر وأحيي بشدة كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذه المشاريع، من على رأسهم السيد العامل، السيد مدير الأكاديمية، الشركاء، وكذلك جميع نساء ورجال التعليم بإقليم سيدي بنور، أعضاء فريق المديرية الإقليمية ونساء ورجال التعليم بجميع المواقع التعليمية بالإقليم، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للمنبر الإعلامي دوكالة 24 على هذه التغطية اللي من شأنها دائما تشجيع العرض التربوي داخل سيدي بنور. إذا اليوم كما كيعرف الجميع نحن الحدث هو تدشين المدرسة الابتدائية الفتح داخل بلدية سيدي بنور. هذه المدرسة اللي الحمد لله انطلقت في ظروف عادية، تحتضن ما مجموعهم 166 تلميذ ما بينهم 67 من الإناث. بنية استقبال داخل المؤسسة هي تعرف تقريبا 12 حجرة دراسية السلك الابتدائي تؤمن ما مجموعه كطاقة استيعابية 864 تلميذ وتلميذة، زائد 4 حجرات خاصة بالتعليم الأولي بدورها تتأمل لنا تعلم ما مجموعه 200 تلميذ على مستوى التعليم الأولي. كيف ما كتشوفوا داخل الفضاء ديال المؤسسة توفر الخدمات ديال الولوجيات، مرافق صحية من الطراز الممتاز، مكتبة داخل الفضاء الإداري، زائد مكاتب إدارية. إذا هذه الظروف كاملة ما يمكن لها إلا تكون سند ودعم لإنجاح العملية التعلمية داخل هذه المؤسسة. ونحن كأطر إدارية وتربوية واعون تمام بالمسؤولية اللي ملقاة علينا إن شاء الله في إنجاح هذا الرهان التربوي. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. باسمي وباسم الأطر الإدارية والتربوية لمدرسة الفتح نرحب ونتمن هذه الزيارة لعامل إقليم سيدي بنور والوفد المرافق له في افتتاح هذه المدرسة التي تعتبر نموذجية بكل المقاييس. نحن كأطر تربوية جد فخورين بهذا الإنجاز التربوي العظيم الذي سوف يوفر لنا جميع الوسائل الملائمة للاشتغال، مرافق في المستوى، قاعات في المستوى. لذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وييسر لنا ويجعل عملنا مقبولا في سبيل التضحية من أجل هذا الوطن، وشكرا لكم.